بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، نواصل الحديث عن استنباط الدروس والعبر من الهجرة النبوية المشرفة. من ضمن الدروس والعبر الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله. ربنا بيقول لنا في القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا النبي أعد الخطة للهجرة، خطة محكمة زي ما بتيجي تعمل مشروع بتعمل دراسة جدول. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعد خطة محكمة، خطة نبوية محمدية رائعة. عمل إيه سيدنا النبي؟ قلت لكم قبل الفاصل جاب راحلتين هو وسيدنا أبو بكر، فاختار الرفيق قبل الطريق. مين الرفيق؟ سيدنا أبو بكر الصديق. واختار من ينام في فراشه للتمويه وليوصل الأمانات إلى أصحابها، سيدنا علي بن أبي طالب. واختار دليلا للطريق، واحد هيدلهم على الطريق من مكة للمدينة، عبد الله بن أريقط. واختار واحدا يقوم بالتمويه، بعد ما يمشي النبي يجي الرجل الثاني بالغنم بتاعه يمحو أثر مشي النبي وسيدنا أبو بكر، عامر بن فهيرة. واختار من يأتيه بالأخبار، محمد بن أبي بكر أو عبد الله بن أبي بكر. واختار من تأتي بالطعام، سيدة أسماء بنت أبي بكر. واختار الطريق، الناس بيمشوا من طريق معين، سيدنا النبي مشى من طريق الساحل اللي هو طريق الهجرة اللي احنا بنمشي فيه دلوقتي من مكة للمدينة ومن المدينة لمكة، حوالي 450 كيلو مشى على قدميه الشريفة صلى الله عليه وسلم. واختار صلى الله عليه وسلم المكان، غار ثور. واختار موعد الانطلاق، بعد 3 أيام هينطلق من الغار إلى المدينة المنورة. وصل سيدنا النبي للغار، بعد ما نزل الغار هو سيدنا أبو بكر، العنكبوت ينسج الخيوط، حمامة وبيضتين على فتحة الغار، حتى وإن كان البعض بيضعف هذه الرواية لكن هي معجزة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا أبو بكر مع سيدنا النبي، شوف القرآن يقول إيه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. بعض الصالحين من مشايخنا وهم بيتكلموا في هذه الآية يقول لك إيه، إذ هما مثنى سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر في الغار إذ يقول لصاحبه، الوحيد اللي ربنا وصفه في القرآن بأنه صاحب النبي سيدنا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، برضو مثنى، فأنزل الله سكينته عليه. ليه ما قالش فأنزل الله سكينته عليهما؟ قال عليه بس، لأن سيدنا أبو بكر دخل في كنف الرحمن مع سيد الأكوان، بقى هو وسيدنا النبي مع بعض صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته عليه، فالسكينة التي تنزلت من الله على سيدنا رسول الله أحاطت بسيدنا أبي بكر. لذلك سيدنا أبو بكر له منة على كل المسلمين. سيدنا النبي يقول كده، كل الأبواب تغلق إلى المسجد إلا باب أبي بكر، كل من قدم إلينا معروفا كافأناه عليه إلا أبا بكر. سيدنا النبي يقول لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. سيدنا النبي يقول رجل من أمتي ينادى عليه من كل أبواب الجنة يوم القيامة وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر. كل ده في سيدنا أبو بكر الصديق الذي ضحى بالنفس والنفيس وبذل الكثير لأجل رسول الله. كان بيسأله سيدنا النبي بتحب إيه من الدنيا يا أبو بكر، يقول له 3 حاجات يا رسول الله، أحب لأجلك 3، نظري إليك وجلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك. فقول له يا رسول الله ده الناس فوق الغار لو واحد فيهم نظر تحت قدميه لرآنا. يقوم سيدنا النبي يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن
إن الله معنا. يبقى سيدنا النبي أخذ بالأسباب وتوكل على الله ولم يتواكل، وأعد خطة محكمة. أذكر حضراتكم باللي قلته في الحلقة كلها من دروس الهجرة. أول درس حب الوطن من الإيمان، نمرة 2 التضحية والفداء، نمرة 3 الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله. ولنا حلقة أخرى نكمل فيها الحديث عن دروس وعبر مستفادة من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وحفظ مصرنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.